اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تنزيل نتفليكس. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات. بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على نتفليكس خاص بكم. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت. من ثم سوف نقوم بإيقاف تشغيل الواي فاي خاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن نتفليكس خاص بكم. تفيض هنا على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم نتفليكس. هكذا نكون